خدمنا نورمال كالعاده في لاماتيني، ابري سمعنا شويه الغوات، وقع ان بروبليم لانسوندي في لوكال تكنيك في السطح ديال الكلينيك. ملي وقعت بانيكا وشي شويه البيرسون وكل شيء، ولكن اوميم ايميدياتلي يعني اوميم طون درنا ليفاكياسيون ديال لي مالاد. لا دي لا بروميير ديسيزيون هي درنا ليفاكياسيون ديال لي مالاد كلهم، خرجناهم. عندنا ان كابيني جوست اون فاز لا كلينيك اطلاس ديناهم، ودرنا ديسباتشين، صيفطنا دو مالاد لكلينيك الفارابي وثمانيه لي مالاد لكلينيك بدر. والوقايه المدنيه حضرات في الوقت المناسب، وموقع ما وقعوش لي ديكا، ما وقع حتى حاجه صوف داكشي اللي وقع الفوق ديال لي ديكا. اما بالنسبه للبيرسونيل ما وقع حتى حاجه، وبالنسبه للي مالاد حتى حاجه ما وقعت. لي مالاد هنا في لونيسيسير عيطنا لي زومبيلونسي هزوهم وصلوهم سور لو شون، وصيفطنا معاهم لي زانفيرميير اون بوني دي فورم. دابا كلشي مزيان. اسباب الحريق سي ان سونتر، انا نقول لك اللوكال تكنيك، لوكال تكنيك فيه لي تويو ديال الاكسجين، فيه ديال الضو، فيه هكا الوغ تما خرجت العافيه، يعني غتكون ان كوب سيركوي. هذا هو اللي كاين، وان شاء الله دون دو جور ان شاء الله، ولا لو ماكسيموم تروا جور لا ريبريز دو لا كلينيك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.